هذا سؤال مثير جدا. أعتقد بأنه سيكون هناك بعض من الجدل حول هذا الأمر، لأنه نظام متقدم، وإذا كان يعني أعتقد بأنه يعطي الروس المنظور الأمريكي، وسيكون هناك تصدي له، ولكن المشكلة لوجستيا بأنه سيكون نظام إذا أمكنه الدخول فسيكون محدودا جدا، فبطارية واحدة فيها 32 صاروخا، فإذا أنت تحتاج إلى بطاريات أكثر بكثير من أجل أن تكون فاعلة ضد ما ندعوه هجوم عن طريق الطائرات المسيرة أو الصواريخ، عن طريق أسراب من هذه الصواريخ التي تطلق مرة واحدة معا. فإذا بإمكانك أن تعتقد بأن هذا النظام في حد ذاته سيستهدف. كذلك ما يعقد هذا الأمر ليس فقط دخول هذا النظام بنجاح، ولكن كيفية تركيبها ووضعها. الولايات المتحدة لديها عدد محدود من نظم الباتريوت، فإذا قدرتها على أن تقلب المعادلة في هذه الحرب أعتقد بأنها ستكون محدودة للغاية. وإدخال هذه المنظومة، منظومة الباتريوت، من أجل الوفاء بمطالبات الرئيس الأوكراني الذي كان يطالب بها منذ بضعة أشهر كما ذكرت أنت في تقديمك. عملية التدريب طبعا ستكون عملية مهولة وستستغرق شهورا، وأعتقد بأن هناك أنظمة ستنشر في ألمانيا وهناك أنظمة في أوروبا ولكن بأعداد محدودة. أعتقد بأنها ستتطلب الكثير من القوى البشرية. عندما يكون لديك أمر بهذا الحجم الكبير وهو محدود فيما يتعلق بما يمكن أن يجري في داخل أوكرانيا، فأنا بإمكاني القول هنا بأن كفاءة هذا النظام ستكون محدودة حقيقة، وسيكون هدفا كبيرا في حد ذاته. وبالتالي إدخال بمجرد إدخال نظام الباتريوت في هذا التوقيت أعتقد هذا الأمر مثار للشك، فهو لن يكون جاهزا لمدة أشهر، وبحلول ذلك الوقت فإن بوتين سيكون قد أطلق بالفعل عملياته الهجومية للشتاء. لن ينتظر للباتريوت لأن يصبح جاهزا ويدخل في أوكرانيا، لأن الجو هناك صقيع وبالغ البرودة، وبوتين قد أعطى لزيلنسكي فرصة لأن يعود إلى طاولة المفاوضات وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولكن الرئيس الأوكراني قد رفض ذلك إلى حد الآن، والدرجات الحرارة تنحدر أكثر وأكثر، بوتين سوف يستخدم الحالة الطقس كسلاح ضد أوكرانيا كما ذكر الناتو سابقا. لذلك أنا أعتقد بأن إدخال نظام الباتريوت إلى أوكرانيا إذا لم يستهدف في حد ذاته أعتقد بأنه سيكون له أثر محدود جدا جدا بالنسبة لمسار هذه الحرب. وروسيا ربما لديها استراتيجية فعلية كيف تتعامل معه من حيث الهجوم بالأسراب باستهداف بطاريات الباتريوت. أعتقد بأن هذا يعني أمر وارد جدا، وأنا لا أعتقد بأن هناك عدة بطاريات يمكن إدخالها دون أن تكتشف وأن تستهدف. فإذا الأمر يعني في كرة القدم الأمريكية نتحدث بأنه في نهاية المباراة عندما ترمي ما ندعوه كرة الهيل ماري وتأمل بأن يتمكن أحد أعضاء فريقك من التقاطها، ولكن في الحقيقة الأمر لا يسير على هذا النحو.
بالنسبة لبطارية واحدة فهي تحتاج إلى حجم كبير من القوات ينبغي تدريبهم خارج الدولة. وهناك أيضا قضية أخرى من أن تتابع هذه الأسلحة عالية التعقيد. حاليا هناك جدل دائر بين أن تكون قادرا في إدخال قوات أمريكية قادرة على التعامل مع هذه المعدات عالية التطور والتعقيد، والقوات الأمريكية لا تستطيع أن تغادر كييف الآن من أجل القيام بذلك. فإذا السؤال هنا هو كيف للولايات المتحدة وللعاملين والقوى في الولايات المتحدة أن تتابع مسار هذه البطاريات وماذا سيفعلون حيالها؟ لأن إدخال هذه القوات الدفاعية إلى داخل أوكرانيا ليجلسوا في السفارة هو أمر يلقى انتقادا فعليا من الجمهوريين في الكونغرس الذين سيحوزون على الأغلبية في يناير، وهناك محاسبة لمسار هذه المعدات وأين ستتوجه. فهذا سيكون تحديا كبيرا للولايات المتحدة، ليس فقط لإدخالها ولكن أيضا كفاءتها وفعاليتها، خاصة وهي تشغل من دول أخرى. فإذا بحلول ذلك أعتقد بأن بوتين سيكون قد تصرف فعليا.